بما انه يوم جمعه وش رايكم موضوع خفيف كذا نتناقش فيه؟ حلو سلام. موضوع الله يهم الواحد، موضوع ايش رايكم موضوع تنكر الزوج لامه بعد الزواج؟ هذه فيها حقوق، هذه فيها حقوق وفيها علم وفيها حياه النكد. والله شفت تفضل يا محمد. مليمين. لا مليمين تترتب عشان نترتب بعدنا نفكر قصه، وما وصلت الفكره للحين، فلذلك بدا فارس. والله شوف، انكار الزوج لامه في الموضوع ذا اللي فتحته انا قبل البرنامج. أيه؟ كان يجيني في السناب كثير، صح والله العظيم، تكلم عنه لانه ناس اكيد انهم عايشين في رحم المعاناه من الشيء هذا. حلو. شوف، هو ما هو الزوج لامه، يعني هو يعتبر ابنه الى الحين. فمسألة انه الشخص لما يتزوج في بعضهم يعني يتغير للافضل مع امه، وفي بعضهم لا، صح. يعني يبقى على او يعني يتاثر مثلا، اما تكون زوجته مثلا شاده عليه بشيء معين، اما يكون مثلا يشوف ان زوجته تستاهل انه يقدم لها اشياء اكثر ومدري ايش وكذا. فيعني هو يبقى انه اذا انكر جميل امه او ابتعد عن امه او فضل زوجته على امه، يبقى في مساله عقوق. عرفت ولا لا؟ ف يعني الانكار هذا انا اتوقع انه من الاسباب انه ما حصل له معين من زوجته. يعني بعض الزوجات يعني ما شاء الله فيها خير وكذا، وبالعكس تعين الرجال انه ايش؟ يبر في امه وما ينكر جميلها، وينكر يعني من الاشياء مثلا الهدايا الروحات الجيات مثلا، ما ينسى امه. طيب يا رب، انا تزوجت وحده، ما ادري اصلا الصوت هذا طالع في اللايف ولا لا. يخضي غل. انا تزوجت وحده. ان شاء الله. متى؟ قبل الصلاه اليوم، قبل صلاه الجمعه. يلا. تزوجت وحده وطلعت ما هي معينتني على طاعه امي. ليش استسلم لها؟ امك تتمنى انها تشوف فرحتك اصلا انت. ايش اللي يخليك تتثبط وانك تستسلم لها وتطيعها؟ لا تروح لامك، لا تجي عند امك، وهي اصلا امك اللي كانت هي اكبر، اتوقع اكبر قلب فرح لك في هالزواج. فانك تخلي ابليس يعني يغرر في زوجتك، يغرر فيك فوق كذا. وهيبي بعضهم، ها اسلم، بعضهم حتى في السياره زين يخلي امه ورا وزوجته قدام. الله، يعني يشوف زوجها هي يعني. شوف انا في قاعده، الزوجه اذا راحت في زوجه ثانيه. اي والله. الام اذا راحت من ما في بديل. الابن اذا راح في ابن ثاني، بس الام ما لها بديل. سلم حبيبي. والله شوف، اعطيك ببساطه، عاد انت متزوج، اعطيك ببساطه. شوف، بس الله يجعل زوجتك مينة لك على طاعه امك. شوف، الزوجه اللي ما تعينك على يعني برك بامك، وتلقاه تكون سبب انه يعني سبب انك تعق امك، وش تبي مدري ايش، تلقاه تتأفف من امك، هذه انصح مرتين ثلاث، ما استجابت رجع بيتها له وانت اضحك بكل بساطة، غير عتبة بالها. الله الله، من هو النبي؟ لانه وش اغرب من امك اذا 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 في احد يعني بيحرضك على العقوق به، رجعه وانت تضحك. لكن يعني وش اقصد، انه حتى من البدايه انت شو الافعال، شوف طريقه تعاملها، طريقه تقبلها لوالدتك، قبل ان يكون بينكم اولاد ويصير الظلم اكبر او الطلاق مسالتها اصعب. اول شيء يعني حاول انك يعني تنصح اي 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 واحد يعني متزوج وزوجته قاه يعني تحصل. تحاول انه مثلا تقلل من شان امك، تقلل من شان ابوك، تقلل من شان خواتك، من شان اهلك، عائلتك. وهذا يوضح من البدايه. اي واضح. حاول تكلمه، حاول تقعد معه، ما نفع، ما في الا حل واحد. طيب يا اخي، انا عشت مع امي 27 28 سنه،
من حق اني اكون مع زوجتي 3 سنوات بدون ما ازور امي ولا اجيها، شو المشكله؟ لا لا بكلمها بسافر بتصل عليها يا اخي، بيصير بيني وبينها تواصل على الجوال، مو ضروري اني اقابل امي صح؟ لا ما اتفق معك في النقطة. حلم ترى ما وده بس تسوي للاسف ودي اشوفك. للاسف في ناس تفكيرهم كذا، خلاص انا عشت معها 27 سنة 28 سنة خويك هو. اي ما ادري ابطلع مع زوجتي وانعزل وامي لاحق عليها واني بكلمها بالجوال. والله ترى بعضهم يمكننا في نفس المدينة بس ما يجيهم. فعلا. اعرف لك كثير والله من القصص، في جوانب مشرقة ما شاء الله، في زوجات طبعا تعرفون طبع النساء وكذا الغيرة والاشياء هذه. فالعجيب انه مثلا بعض الحريم تغار من الام اذا اهتم فيها ولدها. فعلا فعلا. من جدك انت هذه امه شو يسوي بها؟ وهذا باب اذا ما سديته من البدايه انت بيندعس على ظهرك. حلو. طبعا تخسر زي ما ذكر سلمان انه ممكن في مجال التذكير يعني يذكر هذه امي. الشيء الثاني اذا حصلت المراه من الرجل انه بالفعل بيصمد في وجهها من البداية إذا عرفت الحرمة أن الرجال هذا والله هذا أمه خط أحمر مستحيل أن يتعدى. خلك في علمك الظاهر أنهم أعجبهم الموضوع تفاعله وقتها والله يا الحرمة أن تقول لا هذا الرجال مستحيل اني اخرب عليه، مستحيل انه هذه خط أيوة احمر في حياته خلاص. وهي المراه والله انت تستكي لان طبع المراه عرفت يعني طبع المراه حنينه وطيبه وبتتعدل معك اذا ما سمحت ان ابليس يتغلب عليها. ايوه هذا فالامر بيدك انت من البدايه سد الباب، وضح لها ايش انت ايش بتكون ايش الخطوط الحمراء اللي في حياتك. وساعد غير الزوجه يعني. وين ابو هبي؟ بيجيب حليب. اجيبك حليب بوش. ايه تعال ايه ترى باقي نباك تكمل معنا البرنامج. تعال ما بيروح بنفسه بينادي. لا بيجيب العامل بيجيب جمع. اقولك غير الزوجة يعني لا تخل او لا تسمح لاي احد يشغلك عن امك، سواء زوجة سواء دوام سواء شركة مال دوام مدري ايش اي شيء اخويا استراحة يعني لا تجعل اي شيء يشغلك عن شوفة امك وان امك تشوفك بعدها. يعني كثير تلقاه ما يجي امه الا مثلا اوقات قليله يعني مرتين يمكن مرتين بالاسبوع 3 مرات او احيانا يقول والله مكالمه تكفي. ايه بكره بعده ايه هذه امك. اخوياك تكفيه مكالمه. انا اقول لك عمري ان شاء الله ما شفت اخوياي دامي بقطع امي. ايوه هذا هذه ايه والله هذه. يا الله لا تهينا هدي خليك معي انتبه لي. الله يحييك. يا شيخ مره تكلمت في السناب عن الام وما ام، دخل علي واحد من الحد الجنوبي عسكري والله العظيم. وهو بالحد هو في الحد يا زياد والله العظيم. المهم ان الرجال زي ما تقول خانقه العبره او انه كان مقصر في حق امه او قال والله يا زياد إن ودي امشي مكاني الحين اروح اسلم على رجلها وارجع. يا الله ترى لا تستغرب من كلمه بسيطه ممكن تاثر في الناس. هذا ولا يا كروم هذا وليش الواحد معلش الواحد بيطلع ممكن بعد البرنامج من كثر ما نسمع من المشايخ اللي يجونا لكم تاثير ولكم ولكم في الواحد بيطلع بعد البرنامج يستغل مثل هذا الاشياء انه يوصل رساله. فعلا والله انه ان كل شخص فينا تأثير. كروم حبيبي الله يكرمك بالجنة ولا يهينك على القهوة ولا الله يعافيك. لا تشتك تاخذ معك كروم. اي وشهد الله. طير شلوى. شقردي نص شقردي ولا شقردي كامل؟ نمبر 1 ها؟ على بضية المجنون. اي والله. لا قول عادي من حقك. طيب اسمعي لا بقولك على شيء. اسلم بالنسبة لي انا. والله العظيم. اني ما ادنى مو ما ادنى. يا اخي احس اذا شيء مدحني في حاجه احس اني اقل منها. يعني الحين مدحناك بالقهوه ما تجيب لنا شيء. هذا اخر مره. طيب كروم حبيبي الزوج اللي تغير على امه بعد الزواج. الزوج؟ الابن معليش بلا صح. الزوج تغير على امك الابن. افا يلعب. اسلم. تزوجت وتغيرت على امك، هل تشوف ان في داعي انك تغير على امك؟ لو شيء اقول العيال انا عايش مع امي 27 سنه يا اخي من حقي انعزل سنتين ثلاث عن امي واكلمها بالجوال بتفرغ لزوجتي شو المشكله؟ عادي انا اشوف
ليش وجهك تغير وقلت اعوذ بالله؟ طلعني جوا. ما يجوز يا اخي. اجيب لك بالواقع، خويت واحد 5 سنوات وسحب عليك دون او ترك او ترك صداقتك بدون سبب ودي، ايش بيكون في خاطرك انت؟ ايش بيكون في كبدك؟ اكيد الواحد بيزعل يا اخي، تنفحس كبدك اكيد. طيب كيف اذا تركت امك بعد الفتره هذه كلها؟ يعني بينجرح قلبك عشان زوجتك يعني وياك زياد. اعوذ بالله يا اخي. الواحد كيف يبغى التوفيق؟ كيف يبغى الصلاح؟ كيف يبغى ان حياته الزوجيه تستمر بشكل حلو وهو يترك امه؟ والله ما سوى التوفيق يا اخي، رضا الوالدين. والايام دول ما حصلت واول دين ينقضي منك هالديون. شيكو هابي بعدين شكون دور في حاجه ايجابيه عادي. دقيقه بعد صار هنا عادي، افتح الشبكه وادخل. تعال تعال هابي والله من جد. امشي امشي والله يا هابي. والله لو تلفعك هو عدنان يروح. شو لو تلفعك امشي امشي. سلم سلم، ترى واضح النفسياتهم لك عليها الخواطر شينه اليوم. والله ما ادري ايش فيهم، والله خواطرهم شينه يا رجال. حنا بعضنا خواطرنا شينه. خلاص الله يرحمك. تراك الى الان تسوي علاج طبيعي لكتفك، احترم العلاج الطبيعي. دقيقه صلوا على النبي. وين رايح يا اخي؟ في حاجات هنا اول مره اشوفها. طبعا السنيدي بيض الله وجيههم. هذه الجلسة هذه معروفة، ذي حقة ملابس صح؟ حق نفايات ذي تصير ملابس ذي. لا لا هذه نزلت المول تلقط فيها. ايوه هذه بالعيال الله يكرم بال. اوه صح صح. طيب هذه القفة. هذه دقيقة. هذه ايش تسمونها يا عيال؟ يا سلمان انتبه. قايل لك هذه ايش تسمونها يا عيال؟ وش ذي يا اخوي؟ تسميها زياد ذي؟ هذا زنبيل. زنبيل؟ لا هذه في بعضها تجيك بلاستيك. تدري تدري. تعال تعال حبيبي الرطب. تعال حبيبي. ايوه ايش سمعته؟ زنبيل نسميه. عاد يبي ايش تسمى اللي يحطون فيها الرطب يا ابو؟ عرفتوا هذه وش شيله؟ اي هذه اللي تربط. طبعا ما هي حقه البحر ذيك شو اسمها؟ هذه حقه النفود. هذه حقه النفود. تاخذ الحبل. شوف سلمان، شوف سلمان يا عيال. يا سلام عليك يا سلمان. لا اليف اليف. اثريك رايح توكل الجرجير. ايش تسمونها فارس؟ تحطون فيها زنبيل؟ احنا نسميها قفه. قفه هي تجي منها صغار كروم حبيبي صح؟ اي البلاستيك السوداء. شباب تشربون شاي؟ صب صب. اي والله تكفى شاي. ترى منعنا اسحب ذي في حبك على كيف كيفك. والله؟ اي والله. حبك ولا نعناع؟ نعناع حساوي، احنا نسميه نعناع حساوي اللي هو الحبك. من اللي في خط الجنوب، ابراهيم ولا محمود؟ محمود. تراك فتحتها كثير اتوقع، انتبه. محمود والله يا الربع عندهم حاجات جميله تكفون. هذا المحلات اللي تجيب لك يا اخي ما شاء الله عندهم في السنيدي والله عندهم اغراض يا شيخ، تحس انك في بيتك اذا طلعت له. يا سلام من قوة الرفاهيه اللي او الاغراض اللي تحصل عندهم. افا وين السياره؟ تشليح تشليح. تشحن تشحن. قايل لك هذه نهاية كعابي. عطني قهوة. هذا الله وجهك يا اخي. والله خل عندي مليانة قهوة. الله يسعدك يا محمود. ايوه مبشر. وسلامات ابراهيم، ان شاء الله ما اشوف شر. ايش في ايش في؟ تعبان ابراهيم. محمود في تعبان. اقول لك بالله اذا شفت لنا ابو عاطف قول اجي يحلب لنا. اي والله تكفى. تدري ابو عاطف وينه؟ من ناقل. ابو عاطف تدري وينه ابو عاطف؟ ويحيى رجال انت راعي نياقه. اي خل احنا نجي بغيت اهبلها نخله. المفروض انا نايم هناك. لا لا كذا عاد. دخلت هناك ابو سيف ابو رشيد.